عبيب ما شاء الله لنا تحليلات كثيرة سابقة لعبيب، عبيب ما قصر للعلم والإحاطة، السهم استطاع أن يصل حتى مناطق متوسط الميتين ولم يشهد حتى الآن إغلاق فوقها. فخلونا نشوف الآن أين يقف عذيب، يعني اللي ما ربي كتب له كان في عذيب وطلع معاه عذيب هذه النسب ووصل معاه إلى هذه المستويات. طبعا لازم يكون منتبه اليومين دي إنه هو في مناطق تدوير وفي مناطق مقاومات من عيار ثقيل. ما هي المقاومات دي؟ هي ما بين متوسط الميتين والثلاثة وعشرين فيبو من الموت اللي هي قريبة 53 80 54 ريال، ومنطقة المتوسط الميتين 52-30، شوفوا مقفل 51-40. يعني ننتبه من عذيب تارك فجوة تقريبا في هذه المستويات نخشى أنه يغطيها قريب 48-47. السهم بصراحة طلع طلوع جميل، لكن شوفوا وين وصل، وصل لأهداف استراتيجية، أهداف من عيار ثقيل اللي هي متوسط الميتين وأول 23 فيبو من الموت. لذلك الآن هو في عمليات تدوير. اللي يبغى يلقط عذيب لازم يدور مناطق الدعم، ومناطق الدعم في عذيب اللي أنا أشعرها نوعا ما آمنة خلال هذا الأسبوع هي ما بين ال 49 ومنطقة 47 65 47 اللي هي منطقة الفجوة 47-65 وما بين 47-65 وما بين 49 عفوا 47 نعم هذه 49 وهذيك 47.65 يعني نحط الدويرة في المنطقة دي. هذه أنا أشوفها اللي نفسه في عذيب الضارب يبغي يناور يبغي يدور الدعم، معناه حيكون في هذا المستوى يفعل وقف الخسارة في حال كسر الأخير. شوف. أما اختراق بحول الله 54 والمئتين فإن شاء الله قد يكون الهدف مفتوح إلى 57 قاع شهر نوفمبر المكسور عند 57.10، هذا في حال كان أداؤه قوي خلال الأسبوع، يعني حط الميتين على اليوم في ظهره ثم اخترق 53.80، فهنا حيكون الهدف زي ما أنتم شايفين 57. أنا شايف السهم يعني لو تلاحظوا بدأ يضعف هنا وبدأت العالم إيش تدور وبدأوا يخففوا ويضاربوا، فحلو إنك أنت تلقطوا من دعم ما تلقطوا في المناطق هذه خشيت من إنه لا يسحبك تقريبا 5 و7%.